قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن كل الشعوب عبرت عن غضبها من قرار ترامب، وقال إن ذلك يدل على عدم شرعية القرار لكون هذا القرار مرفوض فقد لاحظنا أن كل شعوب الأرض وتقريبا دون استثناء نهضت ووقفت وقفة واحدة، وقفة رجل واحد، للتعبير عن غضبها من هذا القرار. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا القرار غير شرعي. كون جميع شعوب الأرض تقف في مظاهرات أو تخرج في مظاهرات احتجاجية أمام السفارات الأمريكية، فهذا دليل على أن مثل هذا القانون لا قيمة له، أو مثل هذا القرار لا قيمة له. كذلك لاحظنا أن مجلس الأمن الذي اجتمع أيضا قبل فترة والذي يجتمع الآن لبحث هذا الأمر، لكن عندما اجتمع 14 دولة كلها دون استثناء رفضت هذا القرار، رفضت هذا وانتقدته انتقادا شديدا.